السلام عليكم يا اساطير. المهم يا جماعه الخير، اليوم شباب راح اجيب لكم سحب، واني شحنت لمتابعيني 25 الوك يا جماعه. فكنت مسوي بث مباشر على البيجو لايف يا اصدقاء، وقلت لكم اني راح اسجل مقطع ان شاء الله غدا على القناه، وراح يكون عباره عن توزيع الوكات للمتابعين يا شباب. فكان تخفيض تبع الوك، والحمد لله يا جماعه يعني سويت اللي علي يا شباب، ودعمت متابعيني وجبت لهم الوك وكثير اشياء مره خرافيه. فالمهم يا جماعه الخير، كل يوم شباب اسوي بث مباشر على البيجو، اللي بغى يتابعني طريقه المتابعه سهله جدا راح تشوفها بالشاشه. واذا يا جماعه الخير هذا المقطع يا جماعه مسوي لكم مسابقه لاثنين اشخاص عندهم فاير باس، فاتمنى اصدقائي الكل يعطيني الطريقه للتواصل معها، انستغرام تبعه في التعليقات، اكتبوا في تعليق ثلاث تعليقات خمس تعليقات، وكل ما كان عدد التعليقات اكثر كل ما كانت نسبه حظك اكثر. المهم شباب بدون ما اطول عليكم استغفر، خلونا نكمل المقطع. اوكي شباب، كما تلاحظون اصدقاء هذا هو الفائز الاول الشيطان 202، فراح نشحنه يا جماعه. واذا الشباب هو مسوي لكم يا اصدقاء رساله صوتيه. شكرا يا شديدي، اهلا الشيطان 202، الكل يحط لايك ويشارك في قناه شديدي لانه انه جيمر رائع. والله شكرا كثيرا يا صديقي الشيطان، ويلا يا جماعه اشتركوا في القناه، نوصل يا جماعه في هذا الشهر ان شاء الله ل 300,000 مشترك ان شاء الله يا جماعه. اوكي، واذا يا جماعه دخلت كما قلت لكم المقطع، اتمنى يا شباب يوصل الى ال 25,000 لايك يا اساطير. فتهانينا يا جماعه الخير، وحصل يا شباب على الثلجه، نحط له اصدقاء تزويد سريع، وخلونا حاليا راح نروح عنده هذه. اوكي نحط له تاكيد، فمبروك لك يا صديقي. شو اسمها هذه يعني الرقصة الوحيدة يا جماعة، والله يا شباب مبروك لهذا الفائزين، وهذول يا جماعة اللي يستحقوا. الآن جيب الوك 179 ولا ما في قصيمة، شرائي مبيض، ونحط له أصدقاء تزويد سريع. مبروك لك يا صديقي الشيطان 202. فالآن يا جماعة الخير راح ننتقل يا شباب للفائز اللي بعده. اوكي يا جماعة الخير، فالآن يا جماعة راح ننتقل للفائز اللي بعده واللي هو الجحيم يا أصدقاء. اوكي يا جماعة، الآن يا شباب راح نشحن له، كما تلاحظون المسكين ما عنده أي شيء، حسابه ضعيف جدا، فراح نشحن له يا جماعة الخير جواهر، وأيضا يا جماعة هو مسوي لكم رسالة صوتية أيضا. اوكي يا جماعة، فخلونا حاليا يا جماعة ننتقل للشحن. هات هذا العرض. شكرا شديدي، أنا الجحيم شباب، أتمنى أن تشتركوا في القناة. والله شكرا لك انت ايضا يا صديقي الجحيم على دعمك الخنفشري يا اسطوره. المهم يا جماعه الخير، فكل يوم شباب كما قلت لكم نسوي بثوث مباشر على بيجو لايف، اللي يبغى يشارك معنا في المسابقات فمرحبا بكم يا اصدقاء. اوكي حسنا وتهانينا. يلا هات الثلج يا مدير، والان يا اصدقاء راح ننتقل يا جماعه الخير عشان نشحن له، عفوا عشان نشتري له يا جماعه شخصيه الوك الخرافيه. اوكي كما تلاحظون الثلج والوك عفوا ويوسف، فخلونا حاليا يا جماعه الخير راح نروح للمتجر يا اساطير. اوكي شباب ها هي 179، ونحط له يا اصدقاء تزويد سريع، ومبروك لك يا اسطوره. واذا يا جماعه هم معطينه هون في هذه شو اسمه هذه الرقصة يا جماعة، فهو يا اصدقاء ما عنده أي رقصة، فخلونا يا شباب نجيب له إياها، نحط مجانا ونحط تأكيد، ومبروك لك يا أسطورة. أوكي يا جماعة هذا الفائز الثاني، هذا الفائز الثالث يا شباب هو إلياس يا أصدقاء، أيضا مسوي لكم رسالة صوتية، فخلينا نشوف شو راح يقول، وراح نشحن يا جماعة الخير جواهر 200 جوهرة، فدوس شراء يا مدير. أوكي مرحبا شباب، أنا إلياس، أتمنى تحطوا لايك واشتراك. كما قال لكم يا شباب حطوا لايك واشتراك، وشكرا على دعمك الخرافي يا صديقي الياس. اوكي نشتري له هذا العرض مره اخرى يا جماعه. اها شراء يا مدير، اكتمل الدفع وكل شيء جاهز. فالان يا جماعه الخير شنو هذا؟ ايه الثلج اصلا، ليش ما اعطاه يوسف؟ اظن يمكن عنده من قبل، ايوه عنده ان شاء الله يا جماعه. المهم يا جماعه الخير حاليا شباب راح نروح للمتجر عشان نشتري له شخصيات الوك يا اصدقاء. اوكي ثواني شباب شنو هذه؟ شراء يا مدير، ونحط يا جماعه 179 جوهره، ومبروك لك يا اسطوره وتزويد سريع. فالان يا جماعه شحنا الفائز الرابع ولا ما ادري. المهم يا جماعه في بعض منهم يا جماعه شحنت لهم عن طريق الاي دي، لانه حساباتهم يعني مو مربوطه ولا من دول اخرى، يعني ما راح يقدرون يعطوني حساباتهم. وهذا الفائز الخامس ياسين يا اصدقاء. اوكي يا جماعه الخير راح اقوم يا جماعه بالشحن له، وايضا عنده رساله صوتيه. شراء مرحبا شباب، انا ياسين، شكرا جديدي، واتمنى تحطوا لايك والاشتراك وشكرا. والله شكرا ايضا لك يا صديقي ياسين. والشباب اسمعوا يا مدير، جيبوا لنا يا جماعه لايك واشتراك يا اصدقاء، ليش؟ يلا حط لايك، ده اول مره تشوف هذا الوجه، والله حرام عليك يا صديقي وما اشتريت، اقسم بالله.
شباب زاد يعني زاد اشتراك هيك بس تنقل عليهم مجانا وما في اي شيء، نبغى نوصل ل 300 الف يعني شباب، احنا نجيب 200 300 الف مشاهده وما وصلناها من المشتركين، والله حرام يا جماعه. اوكي عندي شباب شحن تراكمي ولك اسطوره، الان يا جماعه راح نروح شباب عشان نشتري له يا جماعه شخصيه الوك. يلا يا مدير. والله يا شباب انه حظهم اسطوري هذا الشباب اللي فازوا معانا، وبصراحة يا شباب كلهم يستحقون الفوز، يعني لما تسوي مسابقة على الالوك واشخاص ما عندهم والله يستاهلون يا شباب، فيا اخي لازم ما تكون عنصرية ان شاء الله يا جماعة. ماك والله يعني اتمنى يا شباب لو كنت اقدر اجيب لكم الوك جميعا يا شباب، والله يكون مجاني ولا اي شيء. فالفائز السادس يا شباب اللي هو اصدقاء الساعد 1233 14 اي شحن يا مدير، وايضا عنده رسالة صوتية. شكرا شديدي، انا سعد. شباب اشتركوا في قناة شديدي وحطوا له لايك. والله شكرا كثير يا صديقي سعد على دعمك الخرافي. وشباب اللي يبغى يشارك معنا في البثوث المباشره والرومات او الجواهر على البيجو لايف، راح تلاقون الحساب موجود في صندوق الوصف يا اصدقاء. اوكي يا جماعه تم الشحن، نحط حسنا تهانينا، هات يا اسطوره حسنا تزويد سريع يا شباب ومبروك للاسطوره. لا يا جماعه الخير يا شباب، اول شيء عنده شو اسمه هذه رخصة ما عنده، فخلوني يا جماعة اجيب له اياها مجانا يا مدير، تأكيد وتزويد سريع ومبروك لك يا اسطورة. اوكي يا جماعة الخير، الان راح نروح يا شباب للمتجر وراح نشتري له يا جماعة شخصية الو. والله يا شباب انا فخور كثير كثير لما اسوي هيك، وتكلمت يا جماعة معاهم بالواتساب والاشخاص الشباب يعني ما يشحنون وفرحانين كثير، والله يا شباب انه شعور اسطوري يا جماعة، شعور خنف وشاري يا اصدقاء، والله فرحت كثير يا اصدقاء. اوكي الفائز اللي بعده يا جماعه واللي هو اكس بي ال يا اصدقاء، كما تلاحظون لساته حسابه يا جماعه جديد، وراح نشحن له يا اصدقاء وراح نجيب له يا جماعه شخصيه الوك يا مدير. فهات ال 100 جوله الاولى والثانيه، وايضا عنده رساله صوتيه. مرحبا شباب، انا بلال، شكرا يا شديدي واتمنى تحطوا لايك واشتراك يا اساطير. والله شكرا يا صديقي بلال ومبروك لك يا اسطوره. المهم يا جماعه يلا حطوا لايك واشتراك يا اساطير كما قال لكم الاسطوره بلال يا جماعه. فمرحبا بالجميع، مرحبا بالكل، مرحبا بالاساطير يا اصدقاء على قناه شديدي جيمر. وتهانينا يا اصدقاء، نحطوا له يا جماعه تزويد سريع للثلج يا اصدقاء، ومبروك لك يا اسطوره. المهم يا جماعه الخير، فراح نروح حاليا يا جماعه راح نجيب له الوك وننتقل للفائز اللي بعده. فمبروك لجميع الاشخاص، يعني 25 شخص والله يا جماعه كما قلت لكم فرح كثير يا جماعة إني ساعدتهم وجبت لهم يا جماعة هذه الأشياء الأسطورية، يعني أوكي رخصة نتأكد ما عنده ونجيب له إياها مجانا يا مدير ونحط تأكيد. فشوف يا صديقي يعني حسابه ضعيف، جبنا له رخصة زائد الثلج زائد ألوك زائد يوسف وكثير أشياء خنف وشرية يا جماعة، والله يا جماعة شيء أسطوري. اللي يبغى يسمع هيك مسابقات وتوزيع هدايا وكثير أشياء فحط اشتراك يا أسطورة، لأنه دائما أوزع عليكم شباب هدايا وجوائز. وما اظن يا شباب انه في اي شخص يا اصدقاء سوى هيك ووزع هدايا وجوائز 25 الوك. اوكي الفائز اللي بعد اصدقاء هو اسامه، الاسطوره اسامه يا شباب. فراح نقوم حاليا يا اصدقاء بالشحن له ايضا يا جماعه. هذا الشاب يا شباب عمره هيك 9 سنوات ولا 10 سنوات، يعني لساته صغير، وحسابه يا جماعه من ناحيه الكيلات واللايكات اسطوري، فايضا عنده رساله صوتيه. مرحبا شباب، انا اسامه وشكرا شديدي. شباب فجروا اللايك. والله صوت يا جماعه حلو، ومبروك لك يا اسطوره اسامه. يلا يا جماعه فجروا اللايك، هات قلكم فجروا، يعني فجر ام اللايك يا اسطوره، ومبروك لك يا اسطوره. وحصلنا له يا اصدقاء على الثلج، وتهانينا يا مدير، تزويد سريع ومبروك لك يا اسطوره اسامه. فالان يا جماعه راح نروح يا اصدقاء وراح نشتري له شخصيه الوك من المتجر. يلا هات شراء يا مدير، 179 الشراء، تزويد سريع يا مدير، ومبروك لك يا اسطوره. اوكي نشيل هذه ونشيل هذه، اطلع يا مدير. يلا يا جماعه فمبروك يا صديقي اسامه، وننتقل يا اصدقاء للفائز اللي بعده اللي هو حمزه يا اصدقاء. وانا كنت اقول له مزان ولا مدري يا جماعه، فاسمه حمزه وعنده فراغ هون وما قريته يا جماعه صح، اظن هذا الطاق ولا مدري، فنشحن يا جماعه. وايضا عنده رساله صوتيه. مرحبا انا حمزه، شكرا شديدي. يا شباب حطوا لايك وشير. لا شكرا على واجب، وما ادري شباب قال لكم لايك واشتراك ولا لايك وشير، الله اعلم يا جماعه. فيلا انتوا حطوهم الاثنين يا جماعه، لا حطوا اشتراك وحطوا شير ايضا المشاركه يا جماعه. فشكرا لك يا صديقي حمزه، والله اسطوره، تهانينا ومبروك لك يا اسطوره الثلج، نحط لك تزويد سريع يا اسطوره. ونروح يا جماعه عشان او عنده هذه يا جماعه،
اوكي الرقصه نتاكد ايوه ما عنده رقصه، عنده مسكين رقصه واحده. هات الرقصه يا اسطوره. والله كلا خانز هذا المره راح ترتاح منه يا صديقي. وداعا يا كلا خانز ومرحبا بالالوك. اي لوين رايح انا المتجر؟ يلا يا شباب حطوني الذكاء بالشراء شخصية الوك 179 شراء تزويد سريع يا اصدقاء. ومبروك لك يا اسطورة حمزة. فالمهم يا جماعة الخير راح نلتقي يا جماعة للفائز اللي بعده يا اسطورة. خلونا نروح يا شباب نشوف الفائز اللي بعده. اوكي يا جماعة الخير الفائز يا شباب اللي بعده هو عمر يا جماعة الخير. فمبروك لك يا صديقي بالهيرويك، ويعني حسابه هيك متوسط يعني شاحن بس من التخفيض للتخفيض والفاير باس المجاني. واساطير يا جماعه هذه الاشخاص اللي ما تكون تشحن وتلعب كثير. ف يعني بصراحه يا شباب هذه لعبه مو لعبه اصدقاء عرض ازياء. انا يا اسطوره شباب اشتركوا في قناه شديدي جيمر وفعلوا زر الجرس. اشتركوا في قناه شديدي جيمر وفعلوا زر الجرس يا اصدقاء. اوكي يا جماعه يلا يا شباب شيلوا عند الزوال يا مدير، الجرس لازم يدفع عليه يا مدير. اوكي يا جماعه كما قلت لكم يا شباب هذه لعبه مو لعبه عرض ازياء. هذه يا جماعه تهانينا الشيخ المدير حسنا تزويد سريع. هذه اصدقاء كما قلت لكم مو لعبه يا جماعه عرض ازياء، هذه شباب لعبه باتل رويال. يعني راح تلعب واخر شخص راح يضل حي هو الفائز. في اشخاص شباب يلعبون كانها لعبه عرض ازياء، يعني اي سكين ينزل يجيبه. عندك فلوس ولا واحد ما يقول لك لا، بس ما عندك فلوس ولا ابوك يعطيك فلوس تشتري ملابس وانت تروح تشتري ملابس فري فاير، حرام والله حرام يا صديقي. اوكي يا جماعه مبروك لك يا صديقي، ضلوا معاه 74 جوره. نشوف يا جماعه التخفيضات شو عنده. اوه هات هات شيل ودي الزباله، كيف راح نقدر نجيب 74 جواره؟ حرام خمسه حط شراء يا مدير. اوكي الحاضنه وحرق الحاضنه يا جماعه. يا ربي شباب يعطوني بس مخطط واحد، حرام مخطط يا شباب نجيب له سلاح والله حجر، حرام مخطط حجر ثاني يا جماعه، اثنين احجر وما يعطوني مخطط والله حرام يا شباب. يا اخي كنا يا اصدقاء راح نجيب له ولو هذا شو اسمه هذا السلاح يا جماعه الخايس فيه افضل من لا شيء. كان عندي يا جماعه اثنين احجار ولو مخطط واحد، خذوا هذه الحجرتين واعطونا مخطط. شوفوا يا جماعه والله حرام يا اصدقاء حتى الغضب ما جبنا له اياه. اوكي يا جماعه والان يا شباب مبروك لك يا صديقي الحجرتين وكل شيء، والفائز اللي بعد اصدقاء هو كينج. المهم يا جماعه خير راح نشحن له يا اسطير، وهذه يا جماعه هو حسابه. وايضا اصدقاء عنده رساله صوتيه لكم يا اسطير، فخلينا من بعدها ونشوف يا جماعه شو يقول. اوكي خلونا نشحن له الان يا اصدقاء. شكرا شديدي انا كينج اشتركوا في القناة يا اساطير. شكرا شديدي هو كينج يا اصدقاء، فاشتركوا يا جماعة في قناتي يا اساطير. فجروا الاشتراك يا مدير ولايك وفعل زر الجرس ونزل التعليقات حط لنا طريقة للتواصل معك، لانه عندنا اثنين فايف باصات في هذا المقطع يا اسطورة. واكتمل الدفع يا اصدقاء ووصلوه يا جماعة الجواهر. وهات شو اسمه هذه يا جماعة الثلج تزويد سريع يا مدير. وخلوني يا جماعه عنده شحن تراكم نجيب له اياها ايضا. ونروح اصدقاء حاليا عشان نحرق ام الالوك يا شباب. جيبوا لنا الوك، الوك مجانا ما راح ينزل. اوكي هات يلا تزويد سريع يا مدير. لا مو هيك والله علامة يا جماعة يا اصدقاء. الفائز الاخير يا شباب شحنت له يا جماعة دقيق الاي دي، لانه ما قدرت اشحن له يا جماعة بالجوجل او بالبطاقة البنكية لانه فيها مشكل. ووصلوا الجوال يا جماعة كما تلاحظون، راح نروح الشباب وراح نشتري له شخصية شو اسمه هذه الوك. حط شراء يا مدير ونحط يا جماعة 179. فهذه يا جماعة ما اعطاكم رسالة صوتية يا مدير. المهم يا شباب هذا اخر فائز، مبروك لك يا اسطورة. والان يا مدير شيل ودي الزبالة يا صديقي. الشباب ابغى هذا المقطع يوصل ل 25000 او ل 30000 لايك يا اصدقاء. وبس يا جماعة انزل التعليقات حط لي طريقة للتواصل معك. واذا يا شباب ارجح للفائزين، في فائز راح ظنيتي يا جماعة اضيف لكم فايز ثالث بالفاير باس راح نعلن عن طريق الانستغرام. فاسطورة تابعني بالانستغرام بدون ما تخبر اي شخص. يعني بس الاشخاص اللي تابعوني حتى نهايه هذا المقطع راح يكونوا اساطير. تعالوا الانستغرام استغفر الله، وبعتوا لي يا شباب في الخاص 330 راح اخذ يا جماعه واحد منكم راح اشحن له الفاير باس وراح اعلن عليه في الستوري في الانستغرام. فيلا يا جماعه تعالوا يا اصدقاء، يد واحده يا شباب السيرفر الشرق الاوسط لازم يصعد القمه. بس يا شباب الى اللقاء في مقطع قادم ان شاء الله.